لغايه دلوقتي ممكن تكون الست بيت شاطره قوي ويضربوا بيك المثل. حلو قوي يا شيف. ممكن تكون الست بيت بتعرفي تعملي كل حاجه حلوه، ولكن تيجي عند شويه رز مصري تعمليهم مع اكله سمك ما يظبطوش معاكي. وعامله طاجن سمك، طاجن سمك تعظيم سلام. ممكن تعملي مشويات حلوه قوي، تيجي تقلي بطاطس البطاطس ما تظبطش معاكي، تجيبي كيسين شيبس من اي سوبر ماركت وتفكيهم جنب المشويات، وده بيحصل، ده غلط. خليكي تعملي الشيبس في البيت وجودي زي الشيف المغازي كده، واعمليه بالجبنه، تعمليه باي فليفر انت حباه، تعمليه بالاعشاب زي ما انت حابه. ازاي نقطع البطاطس شيبس؟ والكلام ده للمبتدئين في المطبخ، وكل عروسه مبتدئه في المطبخ نفسها تعمل حاجه حلوه لحبيب قلبها. اهو معانا البطاطس متقطعه مسبقا، حلوه قوي. ومعايا اتنين من البطاطس هناخدهم كده. قشرنا البطاطس يا عم الشيف، اول ما بتقشرها بتبقى معانا بالشكل ده كده، ونعمل لها ايه؟ قاعده حلوه. اهو شفت دي اول حاجه، مخرجنا الجميل اساتذه المصورين حبايب. اهو البطاطسايه قشرناها، بعد ما بنقشرها بتبقى معايا بالشكل ايه؟ الصوره الحلوه دي، تعظيم سلام بالصوره الحلوه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. حلوه قوي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنقطع البطاطس شيبس دلوقتي. السكينه بتاعتك لازم تكون حاميه، وما تجيبيش السكينه العريضه في تقطيع البطاطس، ما تجيبيش السكينه يعني بلاش السكينه دي. اه الحاجات اللي بقولها دي يا اخوانا مهمه جدا على فكره، اهم من الاكل. حاضر. اه لما اجي اقطع بطاطس ما اقطعش بسكينه عريضه، ولما اجي اقطع جبن اقطعها بسكينه عريضه العكس، عشان الجبن بتحتاج للسكينه العريضه عشان تطلع معاك سلايز من الجبنه او شريحه من الجبنه. اما عشان كده بتلاقوا عند الراجل بتاع قسم الجبن سكينه عريضه حلوه كده ولطيفه وزي الفل. اما تيجي تقطعي فراخ صدور او تقطعي بطاطس دلوقتي شيبس، لازم السكينه المستحد بتاعها او الحد بتاعها ده كده اللي هو السكينه تكون مش شكل ده كده، ما تكونش عريضه قوي. وعندنا البطاطسايه اتقشرت زي الفل، وعملنا لها قاعده كده علشان ما ترقص تحت ايدك او اللي هي تتلوح وايدك تتعور، خلي بالك. اه وايدك تمسكها بالشكل كده وتكلمي المخرج على الشاشه وانت بتقطعي الشيبس. اه اه كلمني يا شفيق. اه كلمني يا شفيق، لغيني يا شفيق. اه اه باصص للكاميرا وانا بقطع الشيبس تحت ايدي. اه وهي قطعت، ما تخافش ما تخافش، كله على الله. اه لاخر حته في البطاطسايه، كله بامر الله. ادي البطاطسايه بتاعتي شيبس. اه ادي البطاطس بالشكل ده كده. نيجي لتاني هنا. اه نثبتها كده. اهو اهي بالشكل كده بقت البطاطسايه معايا زي الفل. تعالوا نقطع مع بعض الشيبس. بطاطسايه تانيه. اهو والبطاطس لازم تتحط في ميه من غير ملح اذا تستخدمها مباشره، عشان البطاطس ما تسودش معاكي ولونها يتغير بالشكل ده كده. اهو ونمسك السكينه بتاعتنا والسكينه تكون حاميه بالشكل ده كده. اهو اللهم صل على النبي. اهو اهو في بعض الحاجات موجوده في المحلات بتاعه الادوات المنزليه اللي هي المبشره بتبقى فيها ناحيه لتقطيع الشيبس، مفيش مشكله استخدميها عادي، بس خلي بالك ممكن تعوري ايدك. اه ونقلبها كده بالشكل ده كده. اه دي البطاطس تقطيعها شيبس. عندنا زيت شديد الحراره. اه هناخد البطاطس اللي قطعناها ده كده، وعندنا زيت هنا شديد الحراره. يا اخبارك؟ زي الفل. ونشوف البطاطس اخبارها ايه، زي ما هي كده. بنصفيها من الماء جيدا قبل وضعها في الزيت حتى لا يتناثر الزيت ويصيب ايه؟ ايدينا. اه بالشكل ده كده. اه اللهم صل على النبي. اه الشيبس بيتحمر على مرتين غير البطاطس. اه 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 اللهم صل على النبي. اه زي الفل. عينيا. اه مقادير البطاطس الشيبسي بالجبنه على الشاشه، الاكلات الاولاد دي بيحبوها على فكره. اه مفيش حد ما اكلش البطاطس في السنين الاولى من عمره، اتفطمنا عليها كلنا، اذا كانت مهروسه، اذا كانت مع لبن، اذا كانت مع حليب، اذا كانت مع زبادي وهكذا. اه اه حلو قوي. انا زودت الزيت شويه عشان اعمل ايه دول كلهم مع بعض. اه زي الفل. واسيب البطاطس في قلب الزيت يا عم الشيف، وان شاء الله باذن الله تعالى هتتحمر وتبقى زي الفل، ولكن النظافه مطلوبه اول باول. اه طيب اللهم صل على النبي. نكمل موضوع الكوسه، نحطها في قلب الطماطم. اهو بالشكل ده كده. شفتوا ازاي الشيف رايق؟ اه زي الفل. معانا شويه تاني هنا ناخدهم عشان نحطهم في قلب الزيت. ده الطبيعي، بنحط البطاطس في ميه بعد تقشيرها وتقطعها، ما تحطهاش في ملح ارجوكي. الملح بيخليكي تفقدي جزء كبير من النشويات بتاعه البطاطس، ونشويات البطاطس ربنا سبحانه وتعالى انعم على البشر، النشويات بتمتص كل السموم اللي موجوده في الجسم، فهي مفيده جدا وغنيه طبعا بالسكريات البطاطس
ومفيدة جدا ومهمة جدا في المراحل الأولى من العمر، بتلعب دور كبير جدا في تكوين الجسماني للإنسان. أهو البطاطس الحلوة بتاعتنا خير أرضنا أهي، تعملها شيبسي أهلا وسهلا، بطعم الجبنة أهلا وسهلا، الجبنة الشيدر معانا ده موضوع سابق الأوان هنعملها بعدين. صوص الجبنة بيتعمل إزاي يا مغازي؟ سواء جبنة شيدر بيضة أو جبنة شيدر اللون الأصفر الحلو ده كده. حليب، زبدة، جبنة. وقليل من النشا في حالة إن إحنا عايزين نكثف الصوص. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ادي الجبنه وادي الحليب بتاعنا، اللهم صل على نطفي الزيت. حاضر يا فندم. شمس زياد ما يزعلش مني الباشمهندس. اه نحط الزبده. ايه الحلاوه دي؟ اه حلو قوي زي الفل. مكعبين من الزبده، اللهم صل على النبي. اه بعمل صوص الجبنه الشيدر زبده اه، واسيب الزبده تسيح وانزل بالجبنه على الزبده. دي جبنه شرايح اهي، لقيتها في سكتي. عايزه تجيبي جبنه مبشوره شيدر مفيش مشكله اهو. وسيبها تسيح كده شويه اهو. من وقت للتاني بتضربها بالمضرب. اخواننا اللي بيحبوا صوص الجبنه على البطاطس في بعض المحلات اللي بتبيعها، لما تعملها في البيت ضمنت الجوده وضمنت المصدر وضمنت الحاجه بتاعتك اللي معموله زي الفل اهو. اهو. تعالوا مع بعض نشوف صوص الجبنه اخباره ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه على نار شديده؟ اللهم صل على النبي. اهو اهو جبنه تسيح معانا جبنه وصوص جبنه اهو. اللهم صل. ده هنحطه على البطاطس الشيبسي. عينيا اهو. وخلصنا كده وهنجري اهو. شفت الجوده كده؟ كل ما الحليب يغلي كل ما الجبنه تسيح. كل ما يتعرض للغليان كل ما الجبنه تسيح، ده الطبيعي. جبنه موزاريلا، جبنه شيدر، حسب الرغبه. عايزه تجوده حط شويه بابريكا حلوين كده على صوص الجبنه، تدي شويه سبايسي. الاولاد يحبوا الحاجات دي على فكره اهو. زي الفل بقى لونها باللون ده كده اهو. حاجات كده تفاصيل صغيره اهو. نجيب طبق لتقديم الشيبس، اللهم صل على النبي اهو. الطبق ده حلو قوي. يا مسهل الحال يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الشيبس بتاعنا اه. جيب التفاصيل بتاعته. شفت الشيبس ازاي؟ اه الحلاوه. ما تكسرش؟ لا. اه عينيا اهو يا فندم اهو. حاضر اهو. واشيل كل ده من هنا. حاضر اه. عينيا اجري اه حبيبي اهو. الله وحشني يا شفيق اه. كل فريق العمل وحشني للامانه. سلم مزبيرو وحشني، بوابه مزبيرو وحشتني اه. شايفين البطاطس الحلوه جميله الحلوه؟ صوص الجبنه اخباره ايه؟ اهو اه. عايزين ندي قوام زياده شويه؟ عينيا. حاضر يا فندم. كل التفاصيل دي معانا، شويه نشا اه وشويه حليب عشان تعملي لي ولادك النهارده. ادي معلقتين من النشا، شويه حليب عليهم ده الطبيعي، ومضرب صغير. لا يا غالي مش بالدقيق، الدقيق هتلكمك. ما ينفعش اربط صوص الجبنه بالدقيق، يتربط بحليب ونشا اه. نقلب كده اه. بص على القوام بقى دلوقتي هيعجبك قوي اه. اه يلا يلا ننزل هنا. يلا يلا هو ده اه. العب. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي يا شيف؟ هو ده كده بقى بتضحك علينا كده؟ صوص جبنه حقيقي وحقيقي اه 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 اه. يلا العب اه اه. يلا على البطاطس. يلا على البطاطس اه. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يا ويلي الاكله دي بناكلها في بعض المطاعم، بندفع فيها مبلغ وقدره، بيبقى عليها فلفل هلبين وكده اه، مش لازم اه. ألف أنا وشفا. ناخد الطبق الحلو ده كده، اللهم صل على ده، بنحطه هنا. ألف أنا، ونزينه كده بسلايز من الليمون، مش هيقول لأ. الفلفل الحلو ده كده لهاليبه اللي عايز ياكل. السفرة بتاعت النهاردة فيها تفاصيل، فيها خبرة طاوية، آه نعم. فيها بساطة وسهولة ومرونة، آه نعم. فيها تكلفة قليلة، آه نعم. شوية جوانح فراخ، ما تجيبناش فرخة ولا حاجة.